بسم الله، السلام عليكم. تنتمنى تكونوا بخير كيف ما ديما اخوتي. اليوم ان شاء الله الجزء الثاني ديال الا كان عندك مثلا من 1000 درهم حتى 2500 درهم، شنو هو احسن اختيار على حسب الفلوس اللي عندك بجيبك. غادي نبداو باول هاتف اللي هو الهوت ديس لايت. الهوت ديس لايت كيتعتبر ارخص هاتف، تيجينا ب 64 جيجا في ستوكاج، فيه 3 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج، وتيدير 1130 درهم. هذا اخوتي راه الثمن ديال الجمله. شوف انت اش غدير مع السيد، انا تنعطيك الثمن ديال الجمله. نفوتوه. ثاني هاتف تنقترحه لكم هو سامسونج ام 11. راه كاين الاديس اس 10 اس وكاين ال 11، ولكن من الاحسن تاخذ ال 11. شخصيا تنفضل ال 11. تيجينا ب 3 جيجا في الرام و 32 جيجا بالستوكاج، والثمن ديالو ديال الجمله ديالو هو 1280 درهم. كاين واحد الهاتف اخر اللي هو الريدمي نفسي. هذا تيجينا ب 3 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج، والثمن ديال الجمله ديالو هو 1280 درهم. نجيو لهاد الهاتف اللي ما كنش ديرو مع هاد القائمه، ولكن صراحه كيستحق هاد الهاتف بزاف. فيه 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج، وتيدير غير 1350 درهم كاول هاتف. هادي غير مسبوقه، اول هاتف في سامسونج فيه 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج، وتيدير 1350 درهم. وهذا هو الثمن باش خرج، يعني ممكن يطيح مع المده عاوتاني بثمن اقل من هذا. هذا راه سابقه في سامسونج، انا كبيع وشراي وكود المجال وود المهنه، راه عمرني ما شفت سامسونج. اول مره سامسونج، شركه سامسونج تتواضع معنا. للاسف كاين شي اشخاص في لي كومونتير ديالهم ينتقدوني هذا الفيديو اللي درتو غير البارح على التليفون. يلا كيخرجوا المغرب، يلا كيخرج كيصيفطوا لي السيد، ما كاينش من هنا دغيا درت لكم عليه فيديو. حتى انا معاكم كنعطيكم الجديد اخر ما كاين، وكنعطيكم الحقيقه. شتي اخويا الثمن ديال 1350 درهم راه اخوك يقدر يكذب عليك. انا تنجيك الحقيقه، تنقول لك شنو كاين الحقيقه تنقولها لك. باش تجي تنتقدني تقول لي انت تطبل سامسونج ولا هادي ولا هادي، انا اخويا راه ما تنطبل ما والو، الله يهديكم. وكاين اللي كاع خسر الهضره. شوف نسى باش نقول لك كاميرا زوينه ولا هذاك الشيء ولا مثلا الباتري ولا هذا. انا تنعطيك المحتوى ديالو هو 1350 درهم. هاد 1350 درهم هاد التليفون ديال A02 اس راه ما كاينش اللي يقولها لك. احسن اختيار عاوتاني بالنسبه للانسان اللي عنده 1480 درهم، 1480 درهم فما فوق باش نتفاهموا، هذا ثمن الجمله. احسن اختيار هو 64 1480، تنصح به الدراري اللي تيبغوا يلعبوا الالعاب. واحد المساله اخرى خويا، ما تقارنش لي هذه مع هذا. تقول لي الريدمي احسن من سامسونج، فعلا هذا احسن من هذا، ولكن هذا راه تيدير تقريبا 1500 درهم، راه كاين فرق 3000 ريال. 150 درهم غتزاد فيها لومبرانت، وغتزاد فيها 128 جيجا في ستوكاج، وغيزيدو فيها بزاف. المهم ملي تقارن شي تليفون مع شي تليفون، عطيه نفس الفئه السعريه، باش نكونوا واضحين. هذا كيف ما قلنا، راه قلت لكم الثمن ديالو. هذا مناسب للدراري اللي تيلعبوا الفري فاير والبابجي وكال اوف ديوتي، وارخص، كيتعتبر من ارخص الهواتف اللي كاينين. وفي ديك هذا لايق لي جو، الدراري اللي كيبغوا يلعبوا لي جو، تنصحكم بالريدمي 9. نفوتوا. كاين هذا الاختيار عاوتاني بالنسبه للانسان اللي عنده في جيبو 1550 درهم، تيبقى احسن اختيار هو البوكو ام 3. تيجينا ب 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج. هذا كيتسمى احسن اختيار الى عندك 1550 درهم، وزيد على شويه ديال الربح للسيد اللي غادي يبيع لك. هذا فيه 6000 ملي امبير في باتري، وصراحه زوين بزاف التليفون. وفي واحد النسخه اخرى فيها 128 جيجا و 4 جيجا في الرام، وتدير 1650 درهم الثمن ديال الجمله ديالها. كاين هذا الهاتف اللي تنصح به بزاف الناس، هذا النوت الويت، ريدمي نوت الويت. هذا تيجينا ب 4 جيجا في الرام و 64 جيجا في ستوكاج، وتيدير 1670 درهم. هذا اول ما خرج راه كان فايت 2000 درهم. هذا نقطه القوه ديالو، والحاجه اللي تنصح بها كاع الناس اللي تيقلبوا على الكاميرا، هذا نقطه القوه ديالو هو الكاميرا. فيه 48 ميجا بيكسل، ولكن ماشي بقى في 48 ميجا بيكسل، كاين شي امور اخرى عاوتاني، كاين الذكاء الصناعي، كاين بزاف الامور. هذا الكاميرا مثلا شي واحد كان ما غاديش قناه مثلا في اليوتيوب، وباغي شي ميزانيه على قد الحال، وباغي يبدا، ولا بغيتي تصور مثلا شي البنات اللي عندهم تصاور، الدراري اللي عندهم تصاور مثلا فيديوهات وداك الشيء، هذا احسن تليفون، كتسمى احسن كاميرا بارخص ثمن. الا بغيتي تشتري تليفون الكاميرا ديالو ناضيه والثمن ديالو رخيص، راه هو هذا 1670 درهم. كاين واحد الاختيار اخر اللي هو الريلمي. الا بغيتي واحد الهاتف فيه 8 جيجا في الرام و 128 جيجا في ستوكاج و 64 ميجا بيكسل في كاميرا وزيد، المهم حنا غادي نشوفوا هذا الثمن ديالو شحال. الثمن ديالو 2145 درهم، ولكن راه فيه 8 جيجا في الرام و 128 جيجا في ستوكاج، وكيدعم الشحن السريع بقدره 18 الواط، والباتري فيه 5000 ميلي امبير،
ومهم وفيه 90 هرتز بالنسبه للسرعه ديال السلاسه ديال لافيشور. دونك التليفون كيتسمى انسان اللي عندك مثلا 2145 درهم وزيد عليه شي واحد القدر ديال الربح للسيد، التليفون راه مناسب 8 جيجا في الرام، ولكن في واحد العيب اللي ما عجبنيش انا فيه شخصيا، هو تحت الاشعه ديال الشمس تتكون لافيشور ديالو ناقص واحد شويه، واللون تيبانو فيه شويه فلو شويه باهتين، لافيشور ديالو اللي شويه ناقص. كاين واحد الاختيار اخر، كاين هذا الريدمي نوت 9 اس، الى عندك 2150 درهم في جيبك تزيد عليها تقريبا على حسب، ما نقدرش نقول شحال كل واحد شحال تيبيع، على حسب المصاريف ولا حسب، حيت دابا الثمن اللي تنقول لكم انا راه تيختلف من مدينه لمدينه، كاين المدينه اللي بعيده، كاين اللي فيلاج، كاين اللي منطقه نائيه بعيده، كيتزاد شويه الثمن. وبالنسبه عاوتاني هذا بالنسبه للمصاريف، بالنسبه للارباح ديال الانسان، كاين الانسان اللي كاريتني غالي دونك يزيدك واحد شويه في الارباح. على العموم انت دابا عارف الثمن ديال الجمله، هادي تنقدمها لكم انا شخصيا، هادي سابقه في المغرب تنقدم لكم باش انت تعرف شحال غادي تعطي السيد، اعطيه الربيح ديالو اللي تيستحق والله يسهل على كل واحد، نزيدكم الخير. فيه 6 جيجا في الرام و 128 جيجا في السكاج، الكاميرا فيها غير 48 ميجا بيكسل، ولكن الكاميرا ممتازه تقريبا احسن من الكاميرا ديال هذا شوي، احسن من نوت 8 شوي، ولكن كاين فرق في الثمن، ما خصناش الحشومه نقارنوا هذا مع هذا، كاين فرق في الثمن. هذا بالنسبه لفري فاير توب، بالنسبه لكال اوف ديوتي ولا بابجي توب، التليفون ممتاز ممتاز، لا الباتري ولا كلشي فيه زوين بزاف التليفون، ولكن الملك ديالهم هو هذا، هو الهاتف الشخصي اللي جالس كنفيلمي به دابا حاليا، هو هذا البوكو اكس 3. جرب تاعي في التليفون وتشوف تاعي في التليفونات، هذا كيبقى احسن هاتف، ما تقولش راه كيحسن منه خويا، كنقول لك الثمن الفئه السعريه، نحاولوا نكون واضحين، تنقول لك على الفئه السعريه هذا التليفون شحال تيدير، انا قيتها فيه 6 جيجا في الرام و 128 جيجا في السوكاج وتيدير 2580 درهم في الشركه بالضبط. ملي نقول لك احسن هاتف، راه احسن هاتف بهاد الفئه السعريه كاين احسن منه، ولكن راه داير 4000 درهم 3500 درهم، تنظرك عطيني شي تليفون تيدير 2580 وكينافس هذا. كاين غير الريدمي 9 برو، الريدمي 9 برو تيدير 2450 درهم جمله، ولكن هذا راه فيتو بزاف، فيتو بزاف امور، من بزاف امور. دابا خوتي هادشي اللي كاين، الا كان شي حد فيكم العائله عائلتكم باغي يستافد صيفطوا ليه بارطاجيو مع هاد الفيديو اللي تنقول لكم دابا، بارطاجيو مع الناس غادي يستافدوا عائلتكم صحابكم، راه ماشي ساهل باش الانسان يعطيكم الثمن الحقيقي ديال الشركه، وراه تعطيك الحقيقه، اما تنقصش ما تنزيدش، ما نقولش كذا تيدير 2500 ولا 2400 شي حاجه، لا تيدير 2580 درهم بالضبط بحال خلصوا انا، ما تنكذبش عليك. وتابوناو عاوتاني لان كاين جديد فيه، مي خرج شي تليفون جديد ثاني غنعطيكم ثاني شنو كاين فيه. دابا غندير لكم اي بوكسينغ، غادي نحلوا شي تليفونات باش نوريكم شنو يجي معاهم. نحلوا هذا الهاتف وحط لونشوار معطينا فينا هو، نحلوا بالموس نوريكم شنو تيجي معاه، واش تيجي معاه ليزيات ولا لا، باش نكون واضحين باش ما نظلموش اصحاب المحلات التجاريه، راه ريدمي راه ما تديرش ليزيات، باش نكون واضحين. هذا ربما اللون ديالو ازرق. شنو تيجي معاه؟ تيجي معاه بوشيط من طبيعه الحال، في واحد بوشيط صافي عليها مزيانه، تتحمي الكاميرا وتتحميها ولا طاح ولا شي حاجه. طاح ليا التليفون شحال مره صراحه، طاح ليا قبل تنا شويه، طاح ليا دابا، ولكن صحيح هو هذا الهاتف، هاد اللويل الزرق ديالو زوين، انا شخصيا ندير اللويل الزرق، كنت ناخذ كحال ولكن بون فضلت الزرق، زيد عليا شويه زرق. هذا غادي نهضر عليه واحد شويه غير بالخف، الكاميرا ماكرو باش تشد. حشمتينا التليفون الله يهديك، ما بغاش. المهم ما علينا، كوال انا نقول لكم شوف، المهم كوالكوم سناب دراغون ب 732 جي، البروسيسور توب، نقطة القوة ديالو هو الهرتز، فيه 120 هرتز، كتكون في التليفونات اللي غاليين بزاف، كاميرا 64 ميجا بيكسل، كيسجل بكاليتي ديال الكاتكا، الباتري فيه 5160 ميلا أمبير أور، وكيسجل كيشارجي بالسرعة ديال الشحن ديال 33 واط، التليفون توب ممتاز. شوف أحسن هاتف دوزتو أنا في التليفونات كاملين، كنبيع وشريت نهضر معاك، كنبيع ونشري التليفونات وعارف أحسن هاتف راه هو هذا، إلا عندك تقريبا 2500 درهم ولا 2000 هاد التليفون انا نقول لكم الحقيقه، انا ما تنقولش شحال غادي، كل واحد شحال بغى يبيع يبيع، هاد التليفون انا تنبيعو بعتو بزاف المرات، تنبيع تقريبا شي 4 في السيمانه 3 في السيمانه بحال الشكل من هاد الهاتف هذا، في السيمانه بعتهم اخوتي ب 2700 درهم، 2700 درهم 54000 ريال، بعت فيه بزاف، ولا كنزيد شي، المهم على العموم على حسب، حتي في اول ما خرج راه كان تيدير 2150 درهم، دابا نقص واحد شويه، هادشي اللي عطى الله، مرات نقص 40 درهم، مرات نقص على حسب. المهم التليفون اللي عندك الفلوس خذ التليفون على حسابي انا، على ضمانتي انا، تليفون ممتاز، ما تقولش لي كطبل لي ولا شي حاجه، راه تندير المجهود ديالي، خذ اخويا شي واحد اخر احسن منه، زيدك الخير،
المهم انا شخصيا تيبان ليا هاتف ممتاز. شفتوا باش ما نطوروش لكم غنديروا انبوكسينغ ديال نتوما غادي حاجه بحاجه ونشوفوا هذا نوت 9 اس. نوت 9 اس تجمع من طبيعه الحال بوشيطه بلا ما نبقى نضيع الوقت، راه كاينه بوشيطه لداخل غادي نبقى نضيع لكم الوقت بزاف نوريكم غير الهاتف. بالنسبه لليزيات راه ما تيجيوش ليزيات لا في البوكو ولا في هذا، هذا اللوين زريق زوين. هذا النوت 9 اس اللي عندك تقريبا ما بين 2000 و 2150 و 2250 درهم خذ هذا راه مزيان، تليفون زوين هذا بصراحه زوين، فيه واحد الخرم الوسط ماشي داك النوتش ولكن لداخل ولكن زوين بزاف. كاميرا فوق 48 ميجا بيكسل راه مزيانه راه جربتها. دونك اش تيجي معاه؟ راه تيجي معاه غير شارجور وتيجي معاه غير كابل ريدمي. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم، درنا لي زيات الله يهديهم ودرنا لي زيات ما يخسروا عليهم والو. زيدوا لنا 50 درهم ودرنا لي زيات ماشي مشكل، زيدوا لنا 50 درهم ودرنا لي زيات. دونك هذا فتناه. نجيو الريلمي 7. هذا الريلمي راه شركه ممتازه. هذا الريلمي باش نشرح لكم كاين اللي غادي، هذا الريلمي بحال قلت الاوبو، هذا الريلمي راه هي الاوبو، راه نفس الشركه ديال اوبو ونفس الشركه ديال وان بلس ونفس الشركه ديال فيفو. هادو اربع شركات تحت غطاء واحد الشركه الام اللي هي البي بي كا، شركه صينيه رائده معروفه مشهوره بزاف، كتصوب المهم كتصوب لي بروسيسور كتصوب بزاف الامور. هذا الريلمي راه شركه ممتازه حتى هي ما تحقروهاش، شركه مزيانه. نوريكم التليفون هو هذا، فيه 8 جيجا في الرام، فيه 8 جيجا في الرام و 128 جيجا في ستوكاج. الحاجه العيب الوحيد اللي بان ليا فيه هو هنا لافيشور ديالو ما كيعطيكش واحد الكاليتي زوينه بزاف، شويه اللوان ناقصين فيه، هذا هو العيب اللي فيه. ابارسا كلشي مزيان، حتى هو ما كيجوش مع لي زيات، ما فيش عند مول المحل تقول لي حيت لي زيات ولا شي حاجه، ما تيجوش مع لي زيات للاسف. باش ما نطولوش بزاف غادي نحيد هادشي دغيا لان تنحاول نوريكم هادشي. هاد النوت 9 شنو هذا؟ ما عرفتوش بلاصتو. هذا النوت 9 هاد التليفون شحال من واحد تيقول لي بغيت ندير قناه في اليوتيوب اخويا وشنو الهاتف اللي تنصحني به؟ تنصحكم بهذا، هذا رخيص وكيعطي الجوده مزيان وبتجربه. وكاين شي اصدقاء بداو دابا تيديروا شي فيديوهات بغاو يديروا شي امور الله يسهل عليهم حتى هما وخدموا به وراه ممتاز، كاين احسن منه ولكن المهم هذا ارخص هاتف تقدر تبيع به. راه يعني الا بغيت تشري ممكن تشري ب 2000 و اش من 2000 تشري ب 1750 تقدر تشريه 1750 او اقل او اكثر على حسب ثاني البعد. انا تنقول لكم كل واحد حر باش ما بغيت تبيع به، المهم تعطيك الثمن ديال الجمله ديالو. ها هو ما نكرهش اخوتي تابوناو معايا باش دائما في ما يكون شي جديد تكونوا عارفين. ها انتم لي زيات راه ما كاينينش، حتى انا راه كنستافد من لابونمون بطبيعه الحال وكنستافد من لي لايك لان الفيديو كيترد بزاف في الانترنت. شو هاد اللوين زوين غادي زرق وغادي المهم اللوين زوين هذا، فيه ثلاث الالوان، فيه هذا وكاين واحد اخر كريستال بيض وفيه الكحل وكاين واحد اللون اخر ثاني ربي كله زرق يمكن لقيت عقل. هو هذا النوت 8 يعني نقطة القوة ديالو هي الكاميرا، الكاميرا ديالو ممتازة. دونك فوالا ما تيجيش معاه، ما تيجيش معاه الشارجور، تنديرو نقاد هادشي من بعد باش نسالي ليه. فين وصلنا؟ راه عندي واحد الماتش ديال الكورة دابا كيتسناو فيه الدراري، كيتسناو ديما ديما كنتعطل عليهم. واخا هذا البوكو، البوكو غادي نوريكم هذا البوكو، هذا اللوين الصفر اللوين عجبني. الناس لي سبورتيف، الانسان لي سبورتيف سواء الا كنتي سبورتيف ولد خذ هذا، يعني كتلبس داك اللبس ديال السبور بزاف، البنات تما يقدروا ياخذوا هذا اللوين زوين. واش تيجي مع لي زيات ولا لا؟ ها الشارجور ها الكابلي ها بلاصه لي زيات، للاسف ما تيديروش مع لي زيات مع كامل الاسف الله يهديهم. البوكو هي راه الشركه ديال شاومي ماشي الريدمي وماشي المي، البوكو انا اخر عاوتاني تقدر تقول منفصله شويه على شاومي. المهم شاومي هي اللي عندها، هي اللي مكلفه بها، هي اللي كتكلف، حتى الا كان شي مشكل في التليفون ترجع لشركه شاومي حسب في عندي الغارانتي. هذا ريدمي 9 هو غنديروا ليه انبوكسينغ. ريدمي 9 قلنا لكم الثمن ديالو تيدير 1480 درهم. هاد التليفون اخوتي تيهلني، مره تيدير 1150 درهم، تيدير 1550، مره تيدير 1500 درهم، مره تيدير 1450 درهم، ديما واحد 100 درهم طالع هابط ما بين 1150 درهم و 1450 درهم دائما طالع هابط على حسب السوق ما فهمناش. دابا هو الوحيد اللي كل سيمانه كنعيط تيقول لي راه تبدل فيه الثمن، كل اسبوع نعيط تبدل فيه الثمن، مشكله صافي في التليفون هذا بالضبط. هذا بالضبط نعطيكم مثلا بخف واحد المقارنه بين هذا وهذا بالنسبه للدراري اللي تيبغيو الالعاب. شنو وقع هنا بالنسبه للدراري اللي تيبغيو الالعاب؟ اي واحد سولتي يوتيوبر ولا شي واحد متمكن في هذا الميدان غيقول لك هذا احسن بالنسبه للالعاب. من طبيعه الحال البروسيسور ديال هذا راه احسن من هذا بالنسبه للالعاب. ريدمي 9 احسن
بالنسبه للالعاب. ولكن رانا جربت في هذا وجربت في الالعاب وتجربت في الالعاب ملي كدير راه فعلا هذا ريدمي نافر حسن في الالعاب، ولكن ملي كدير لعب راه بحال هذا بحال هذا. انا كنلعب لي جو كنلعب فري فار بزاف، عندي فاكونت مزيان قديم. مهم ملي لعبت في هذا وفي هذا راجعني بحال بحال نفس اللعب. تنفضل تنفضل ماشي كامل، اي واحد سولتي غيقول لك هذا استعمال يومي هذا احسن، الالعاب هذا احسن، وخذ هذا احسن لك. الالعاب والاستعمال اليومي راه احسن لك صراحه، في 3000 ميلي امبير يزيد الشارج اكثر. اما الالعاب راه هادشي اللي كاين راه بحال بحال، راه جيت تشوف راه فرق بسيط وما تحسش فيه ملي تبدا لعب. نتمنى ما تنطولوش، حنا كنحاولوا نفيدوكم نحلوا هاد الهاتف. هادي هي العلامه، واحد المساله اخرى واحد التوضيح، هادي هي العلامه ديال الشركه ديال الكارانتي ديال العام، هي هادي، هذا كيتسمى ديال الشركه. كاين واحد اخر في واحد العلامه اخرى حتى هي واحد اللون اخر ديال برا ديال اوروبا هذيك، ولكن حتى هي راه جلوبال، هذه كتسمى جلوبال. شي ما دامت مكتوبه هنا المي الا راه ديال الشركه الا راه جلوبال. اللي ديال برا وكيتوزع في اسبانيا وفي تركيا وفي سويسرا مثلا، هذاك ديال اوروبا حتى هو راه جلوبال، راه هو هذا راه نفس المشكل. كيدخلوا هادوك ديال اوروبا وتيدخلوا ديال الشركه ديال المغرب، هذاك على السقا من الفوق، على السقا من الفوق هذه في الميكا حتى تلصق. شنو الدور ديال هذه؟ ملي غادي تشري هاد التليفون عندك فيه عام ديال الكارانتي بحال اللي قلتي، واحد لاسيرونس، الا خسر ولا وقعت فيه شي حاجه كترجعوا للشركه. اللي ما فيهش هادي الا خسر دي عند المعلم صوبو. الفرق اللي كاين مثلا هذا الا خديتي اللي ماشي ديال الشركه كتكون ناقصه لك واحد 100 درهم 150 درهم بحال قلتي لاسيرونس، كتخلص على شي حاجه. راه بحال اللي ما فيهش هادي بحال ديال اوروبا بحال ديال الشركه بحكم التجربه. انا شخصيا وانا مأكد من هذه المساله وكنهضر مع البيع وشري اصحاح اللي المجال ديالهم هذا، راه السلعه اللي تدخل الشركه راه هي هادي. اي وحده كتشد الشركه وكدير العام ديال الكارانتي ديالها وكتزيد لك شويه المصاريف، والاخرى وهاد الشركه ديال ريدمي ما لقيتش فيها بتاتا حتى شي مشكل بتاتا، من نهار بعد فيها التعيط ما عمرني لقيت فيها شي مشكل. كاين واحد الماركه اخرى ديال الهند، ديال الهند تلقى تكون مكتوبه فيه ديال الهند، هذاك المشكل اللي فيه هو تنقص فيه الريزو، لان كيجي المغرب عاد كيدي كودا. هاد اللوين شفتو كيفاش داير، راه ان شاء الله بغيت ندير لكم شي حلقه على هادشي، ندير لكم شي حلقه على هادشي، غير قول لي في لي كومونتير قول لي خويا اسمي ديرنا حلقه على الفرق ما بين الهند وما بين الجلوبال وما بين ديال الشركه وما بين ديال اوروبا، ندير لكم حلقه على كامل نوضح لكم النقط كامله. راه خدمتي هادي وانا ماشي راه كنبحث وخدمتي هادي. بون فوالا، هذا هو ريدمي 9، هو هذا شنو تيجي معاه دائما شارجور وكابل، ما فيهش هو فيه شحن سريع ولكن ماشي داك الشحن السريع اللي كثير، وما فيهش ليزيات. شنو باقي لينا؟ باقي لينا A02، هذا راه تلقاو في الفيديو بلا ما نحلو، غنضيع عليكم الوقت بزاف، هذا راه شفتوه ماشي مشكل، نوري لكم بسرعه بسرعه نوريكم كل اللي غادي يبغي يشوفو. ها هو تيدير 1350 درهم، فيه اربعة الالوان البيض والزرق والكحل وهذا اللون الاحمر، تيجي مع ليزيت وكلشي تيجي معاه. نتمنى ما نكونش تنعطلكم بزاف، راه حتى انا بعض المرات عطلني شي واحد في شي فيديو تنخرج كاع مي نفسي. ريدمي نفسي هو هذا، حتى هو زوين، في اللون الازرق وفي اورانج، اورانج هو ديالو زوين، وفيه مصحاب تقدر يزرق باقا ديال الزرق كتصحاب باقا ديال اورانج. ما تيجيش مع بوشيط وما تيجيش مع ليزيات الكابل والشارجور. الا جيت اخويا تقارن انت اللي كتقول لي مثلا ريدمي احسن من سامسونج، قارن هذا بهذا، هادو هما اقرب تليفونات في الفئه السعريه، قارن هذا بهذا. الا كان سامسونج احسن ولا كان ريدمي نفسه احسن، هادو هي ديال المقارنه بيناتهم، شي 50 درهم ولا 70 درهم ديال الفرق بالثمن. ما تقارنش هي مع ريدمي 9، راه ما يمكنش تقارن هذا مع ريدمي 9، كتظلم سامسونج، لان هذا اول مخرج كان داير 1600 درهم اول مخرج، شويه دار 1550 درهم، ما يمكنش تقارنوا مع هذا. وانا عزيز عليا الشركه ديال ريدمي، بالعكس انا كنفضل شركه ريدمي على الشركه ديال سامسونج. غير هو سامسونج دابا تواضعات معنا وبدات كتفكر في المواطن وترخص المواطن، ريدمي ما كدير لا اشهار لا والو، التليفون هو بيع راسو كيرخصو بزاف، ماشي بحال اوبو كيبقاو يديروا الاشارات، كيسق التليفون غالي بزاف على الاشارات. ريدمي تليفون بيع راسو، كيعطوك الكاليتي والجودة وكيعطوك الثمن مناسب، ما يحتاجش الإشارة. دابا نسدود ونحلوه، هذا الام 11 احسن من ال11 وحسن من الاديس اس، كتزيد شي 50 درهم 70 درهم بحال الشكل. وخذ الام 11 لان فيه الباتري 5000 ميلي امبير، لا فيشور مزيان، كلشي فيه مزيان. المشكل اللي فيه فقط هو انه فيه غير 32 جيجا و 2 جيجا في 32 جيجا في ستوكاج و 3 جيجا في الرام، اذا ملي خرج هذا A02 اس احسن من هذا. المهم كيبقى الام السيري ديال الام راه احسن من الا. نزيد لكم واحد المساله اخرى واحد التوضيح اخر، السيري ديال الام احسن من السيري ديال الا. اي حاجه فيها ام عرفها راه الكاليتي في كل شيء، زيد في الباتري زيد في لافيشور زيد في
بزاف امور زايده. دونك الام راه كاينه في سامسونج، كاين الاس هي الهوت غام، الاس هي التوب رقم واحد، ثاني حاجه هي الام، الثالثه كاع والناقصه كاع في سامسونج هي الا، باش نكونوا واضحين. دونك فين ما يكونش التليفون ام عرفوا راه مزيان. تيجينا مع الكابلي، الكابل راه تيب سي، هذا راه ماشي ساهل، فيه الكابل تيب سي كيدعم الشحن السريع وفيه ليزيات، هذا افونتاج تديرو الشركه ديال سامسونج. مع الاسف ما تديرش من البوشيطه هنا، ماشي مشكل لان البوشيط ديال البوشيطات ديال سامسونج موجودين بزاف. بقنا اخر تليفون اللي هو الهوت ديس لايت، الهوت ديس لايت نوريكم حتى هو اللون ديالو كثير، فيه واحد اللون ديزاين فيه زوين، ما نحاول نحيدش هذيك انا نرجع لباسطاش، واحد اللون فيه واحد الاكس كتبان لنا زوينه، الكاليتي ديالها زوينه. تليفون بالنسبه للسرعه والبروسيسور وداكشي على قد الحال، عادي ديال هذا، لا علاقه بالالعاب، ما تعولش الالعاب هذا باش نكونوا واضحين، ماشي ديال الالعاب، هذا ديال السوشيال ميديا الاستعمال اليومي، عادي المكالمات اليوتيوب فيسبوك الامور الاخرى كلشي فيه مزيان. الكاميرا ديالو مزيانه بكل صراحه، الباتري فيه 5000 ملي امبير، ماشي مزيانه توب، كنقول لك شوف ملي نقول لك انا مزيانه، شوف في اسعاري يا خويا راه تيدير غير 1130 درهم، كاين واحد احسن منه ولكن شحال تيدير في الثمن، راه كاين احسن منه ولكن شوف لي شي واحد اللي كيدير 1130 درهم وفي 64 جيجا وقول لي راه احسن منه، هنا فين كاين الفرق. دونك الا كان عندك كنتي باغي شي تليفون تيهز بزاف في 64 جيجا ورخيص والاستعمال اليومي ماشي الالعاب، هذا راه خدام ليك، حنا تنحاولوا نعاونوكم وانتم كيبقى اختيار لكم، هذا كيبقى احسن اختيار، ارخص تليفون في 64 جيجا. تيجينا بالشارجور ديالو ها هو، الكابلي ها هو، ليزيات تا هما ليزيات زوينين، بدلوهم شركه ديال انفينكس دارت لنا واحد ليزيات مزيانين، نحاولوا ما نخسروش هادشي باش يبقى مزيان لان حتى غادي نبيعهم بطبيعه الحال. اللي تيشك تنقول له خويا انا ما صالحش ليك، شي فات شي واحد اخر وما كاينش مشكل، اللي تيثق فينا مرحبا به. ها هما ليزيات مزيانين، تيجي مع واحد بوشيط، بوشيط ديالو قاصح، بوشيط عادي صافي، المهم راه موجود بوشيط ديالو راه كاين. هادشي اللي كاين اخوتي، ما بقى لي الا نقول لكم الله يرحم والديه وشكرا بزاف على المتابعه، ما نكراش كيف ما قلت لكم البارطاج بارطاج، بارطاجيو مع عائلتكم، بارطاجيو مع عائلتكم مع اصدقائكم، علاش؟ لانه غادي تستافدوا، لانه المحتوى مزيان وان شاء الله غادي في تطور وحنا غادي كنستافدوا مره كنحاولوا مره نستافدوا صافي، وقبلوا على اللي كاين، راه ماشي داكشي بروفيسيونيل ولكن تنديروا حنا شعبيين، حنا مع الشعب. انا تندير لكم انا المحتوى ديال هذه القناه شنو هو نرخص معكم في الثمن، هو نعطيكم الثمن ماشي نرخص معكم، ماشي غادي نبيع لكم المحتوى ديال هذه القناه، هو انا كنعطيك الثمن ديال الجمله بالضبط باش ما تشمتش صافي، انا ما بغيتكش تشمت، ما بغيتش عائلتك تشمتوا وصحابك يتشمتوا، بارطاجي معهم الفيديو باش حتى هما يستافدوا. هادشي اللي كاين اخوتي، تنشكركم بزاف على المتابعه وتنشكركم بزاف على اللايك، وتابونوا معايا كيف ما دائما، وعرفكم كتابونوا ولي مابوني بارك الله فيه ومرحبا بي، وتنشكركم بزاف اخوتي، ناركم بروك، تنتمنى لكم الخير، تنتمنى لوليداتكم الخير ولاصدقائكم وخوتكم، السلام عليكم اخوتي.